الحقيقة أن الإمام محمد بن سعود كان من توليه للدرعية عمل على أمر مهم جدا، وهو الاستقرار الداخلي في هذه البلدة التي كانت تعاني من بعض الاضطرابات سابقا. انعكس هذا أكيد على وضع المجتمع وعلى تعامله مع مجتمعه القريب. كان الإمام محمد بن سعود يتبع سياسة الباب المفتوح، وهذا في الحقيقة هو ديدن حكام آل سعود إلى وقتنا الحاضر، فهو فاتح أبوابه للقاء الناس. كان عادة يستقبل الناس أحيانا بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، سواء للتدارس، سواء للشورى، لسماع الشكاوي وغيرهم. هذه السياسة كان لها أكيد دور مهم في كسب ود المجتمع، إضافة إلى التقارب معهم و كسب احترامهم أكيد وتقديرهم والتفافهم حول هذه القيادة. أيضاً عرف عنه رحمه الله كثرة الاهتمام بزوار الدرعية وبمن يفد إلى الدرعية واستقبال القوافل التجار، قوافل الحج، يعني كل هذه كانت من العوامل المهمة التي أكسبت الدرعية مكانة كبيرة. كون هؤلاء الحجاج يقدمون يفدون إلى الدرعية، يلقون الترحيب، يلقون الإكرام، الاهتمام. ولعل سبالة موضي، وهي موضي طبعا المقصود فيها موضي بنت أبي وهطان، وهي زوجة الإمام محمد بن سعود، ولها سبالة معروفة في الدرعية، وكانت هدفها الأساسي خدمة حجاج المارين بالدرعية وخدمة طلاب العلم اللي كانوا يفدون إلى الدرعية، يعني من ناحية إيوائهم وطعامهم وما إلى ذلك.